أكثر الأنواع الموجودة الحين البرني والقصبة ونبتة علي. طبعا في أنواع ما هي موجودة بكل الأماكن مثل السري أو قرن أبو حوة. طبعا الأفضل عندنا المجذول. نوفر البيع بكميات قليلة أو ممكن نورد بكميات كبيرة يعني من الخارج. في ناس كثيرة يتواصلون معنا يبغون المجذول، يبغون البرني، يبغون قصبة القصبة ولا نبتة علي. العجوة حنا نبيع الكيلو على 15 ريال، ونبيع هذا الصفاوي على 15 ريال، البرني على 25 ريال كيلو، والأنواع الأخرى على 10 ريال و 15 ريال. التصدير صراحة نصدر برا السعودية، مثل الإمارات، مثل تركيا، مثل الصين، مثل إندونيسيا، وفي لنا نقاط بيع كثيرة خاصة في المدينة، في المناطق اللي ما يوجد فيها التمر خاصة، مثل الشمال، مثل الجنوب.